قناة كنوز النفس، وجبة دسمة من المعلومات النفسية القيمة التي ستكون زادا لك في حياتك. معظم الأشخاص السيئين من حولنا لا يشعرون بأنهم كذلك، فالبخيل يعتقد أنه مقتصد، والنمام يعتقد أنه ناصح، والمتغطرس يعتقد أنه صاحب شخصية قوية، والوقح يعتقد أنه صريح. من علامات إدمان الهاتف الجوال هي توهم استماع نغمة الاتصال أو اهتزازه. التواضع هو تقدير الناس والاعتراف بصحة آرائهم عندما تدرك أنها كذلك، مع الاعتزاز والثقة بنفسك. بعض الأشخاص يحبون الليل أكثر من النهار بسبب تركيبتهم الجينية، وهؤلاء يحبون الصمت والهدوء والبعد عن البشر، لكن ما يؤرقهم بالفعل هو عدم شعورهم بالرضا عن الواقع الذي يعيشون فيه. إذا كنت تتابع علم النفس فأنت شخص متواضع مهذب، يزداد رصيدك دائما من حب الناس والسلام النفسي. الشخص الذي يجرح مشاعرك يتمزق من داخله حسدا لك وحقدا على نجاحاتك، فتأكد أن طريقة معاملته لك إنما هي تعبير عن حجم الألم بداخله بسبب شعوره بتفوقك عليه. من أكثر الأشياء التي تسعد المرأة هي أن تطلب منها المشورة في أمر ما، مما يزيد من ثقتها بنفسها عندما تشعر أن الآخرين يثقون بها. إياك أن تظن أن الشخص الخجول لا يفهم ما يحدث، لأن سكوته ليس علامة على عدم الفهم، بل غالبا ما يكون هذا الشخص الخجول هو أكثر من يفهم الموقف. كشفت دراسة نفسية أن الأشخاص الأذكياء يشعرون بمتعة كبيرة عندما يتظاهرون بالسذاجة رغم إدراكهم الجيد لكل ما يحدث حولهم. تشعر المرأة بالحزن عندما يغيب عنها من تحبه، لكن هذا الحزن يتضاعف عشرات الأضعاف إذا أدركت أن هذا الشخص لا يفتقدها. اللمس أداة فعالة للتواصل مع الآخرين، فإذا لمست من تحدثه في اللحظة المناسبة لمسة خفيفة على كتفه، فهذا من شأنه أن يعزز كلماتك ويجعل لها وقعا قويا على قلب من تحدثه. الشخص الذي يبكي أثناء مشاهدة الأفلام الدرامية مشكلته أنه يثق في جميع الناس بلا استثناء، وهذا هو سبب تعرضه للصدمات النفسية المتتابعة. الإفراط في التفكير يجعل الدماغ يختلق مشاكل وهمية ليس لها علاج ولا نهاية، مما يصيبك في النهاية باليأس ثم الاكتئاب. هل تعلم متى تحدث المعجزات؟ تحدث المعجزات عندما ترفض أن تستسلم.